طيب انا برضو معلش خليني برضو، واحنا بنتكلم على الصناديق احنا طارحين في الموضوع ده يا دكتور، يعني صندوق برضو مش كده؟ ايوه فندم. فبرضو انا بس عايز اقول لكم ليه بنعمل ده، ليه بنعمل الفكره دي. انا بقول له النهارده احنا مش عايزين اي اسره، وهي والاختلاف وارد مش كده؟ طبعا. فلما الاختلاف بيبقى وارد في فتره زمنيه، الفتره الزمنيه دي مين يتكفل بالابناء؟ هم زعلانين من بعض بقى فبيقطعوا بعض، وهم بيقطعوا بعض مش عايزين يصرفوا، صح كده؟ ايوه. طب مين اللي بيضيع؟ الابناء. الابناء ولادي، ولاد مصر. قلنا نعمل ايه؟ الصندوق اللي هو ايه؟ هيبقى صندوق دعم الاسره المصريه. هذا الصندوق بيتكفل بدعم الاسره في اوقاتها الحرجه زي اللي سيادتك تفضلت بيها كده. طب الدعم بتاعه هيجي منين؟ سيادتك تفضلت ان الحكومه هتساهم في هذا الصندوق بقدر ما يساهم فيه المتزوجين. يعني قلنا ايه؟ عشان بس يعني عشان تبتدوا برضو في الاعلام تمسكوا الموضوع يعني قلنا اي اجراء بنعمله خلي بالكم الناس فاهمه ان الدين بيخاطب الضمائر بس. لا لا، الدين الحقيقي له نظم، والدولة اللي ما تخليش بالها وتعمل نظم تحقق مقاصد الدين يبقى عندها يعني شكل من أشكال القصور. أنا بقول كلام مناسب؟ تمام تمام يا فندم. يعني إيه؟ يعني لما يجي مثلا يقولك إكرام اليتيم، فأنت تقول إيه؟ إكرموا اليتيم. لا، يبقى الدولة تاخد اتجاه وتعمل قواعد وتعمل إجراءات لإكرام الإيه؟ اليتيم. أي يتيم، عشان الناس تفهم يعني ايه دين حقيقي، مش فقط ان احنا نخاطب ضمائر الناس، ضمائر الناس ده ربنا هيحاسب عليه، لكن الدولة مسؤولة انها تعمل قواعد ونظم تحقق المقاصد الطيبة اللي دايما بيطلبها. فلما جينا في الموضوع ده قلت له ايه؟ طب انا هقول لك بنك نصر مكشوف الحساب بتاع التضامن بكام؟ 350 مليون جنيه. اللي هو عبارة عن ايه؟ 500 جنيه وزارة التضامن بتديهم، مش كده يا فندم؟ ايوه مش فن. ايوه فندم. يمكن الدكتور مصطفى يقول لي انت ايه اللي خليك بتقول الكلام دوت؟ مش كده؟ اقول له اقول له لا يا فندم اتفضل، ما هو مصارحه ومكاشفه وشيء طيب. فانت النهارده تقول لك ايه؟ يعني ايه 300 مليون جنيه؟ يعني لما لقينا وزاره التضامن بتقدم مساعده للاسر دي، فالمبالغ اللي كانت موجوده من الارباح حصل لها ايه؟ ما بقتش مكفيه، وبقى ال 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 في مديونيه، في مديونيه 300 مليون. طب انا اتفرج على الموضوع ده واسكت؟ لا، قلت النهارده هيتعمل صندوق. حضرتك جاي تتجوز؟ حط بقى في الصندوق ده مبلغ مش كبير قوي، كل الناس تقدر عليه، مش اللي يقدر على الجواز يقدر يدفع المبلغ ده، مش كده ولا ايه؟ ايوه. يعني بتعملوا فرح مش عارف عامل ازاي، وتقعدوا تتخانقوا على الشبكه وعلى الفرش، فتيجي بقى الموضوع ده. لا لا، ده كتير. لا مش كتير. وانا كدوله اتفقت مع الدكتور مصطفى لو مليار هنحط مليار، مليارين هنحط مليارين. ليه؟ عشان لما نختلف، لان القانون اللي موجود ده مقفول. يعني ايه مقفول؟ احنا قفلناه بحيث انك انت ما فيش مسار، احنا هنتكفل بالاجراء اللي يقدر يامن ولادنا في كل شيء، مش كده ولا؟ ايوه فندم. وده النقاش اللي يتعمل عليه. انتوا بتتكلموا على نسبه قد ايه؟ انتوا بتتكلموا على نسبه طلاق قد ايه؟ عشان برضو ده انا كنت عايزك تقول دي كمان. طيب احنا عندنا نسبه الطلاق من واقع الاحصائيات سنويا ما لان الكلام اللي اتعرض، معلش مع الوزير العدل، يعني اللي الكلام اللي اتقال على مجمل حالات الطلاق في فتره زمنيه، صح كده؟ ايوه فاهم. لكن انا عايز اقول للناس عشان اطمنهم برضو ان الامور حتى لو كانت لو حاله واحده احنا ما بنحبش ان يحصل، ولكن اتفضل. احنا اللي كان المعلن قبل كده ان احنا بنقارن بين حالات الطلاق في كل السنوات من سنة 65 حتى اليوم بالزواج اللي تم في سنة واحدة، فاحنا بنقارن حالات طلاق عن سنوات عشرات السنوات بحالات الزواج عن
سنة واحدة. فده أدى لإيه؟ إن نسبة الطلاق تبان إن هي حوالي 36% 37%، وده طبعًا مبالغ فيه كتير. لكن جينا عملنا حاجة تانية، قلنا طب الناس اللي بتتجوز في سنة كذا، اللي اتطلقوا منهم في ذات السنة كام؟ طلع حاجة 4% 4.5%. بس أكتر سنتين فيهم طلاق السنة الأولى والسنة الثانية، والسنة الثانية أكتر من السنة الأولى كمان. ثم تتخذ نسبة الطلاق في الانخفاض تدريجياً كل ما السنوات مرت. ده أدى إن إحنا بدأنا نحط الإحصائيات. طب وإنت بتقول دي بقى، أقول لهم إن إنت جبت متخصصين من الجامعة في علم الاجتماع وعلم النفس في اللي إنت بتقوله ده. أيوة فندم، إحنا جبنا كمان اللجنة القائمة حالياً على إعداد قانون الأسرة، استعانت بمجموعة استشارية. المجموعة الاستشارية دي فيها عالم نفسي شهير، فيها عالم اجتماع، عالمة اجتماع، في عندنا عالم مالي، وأيضاً عدد من علماء الشريعة الإسلامية وعلى رأسهم فضيلة المفتي. الناس دي كل إجراء اتحط في القانون كان هناك القول العلمي بيقول ايه في هذا، سواء في الاستضافة، في الرؤية، في الحضانة، في كل شيء مبني على أساس علمي، بحيث ما يبقاش فيه للهوى أو لأي رأي أو أي تجربة شخصية حتى إن حد يتأثر بيها، ويبقى احنا بنحط أحكام موضوعية بالفعل لتنظيم مسائل الأسرة. أنا بشكرك، وأنا حبيت أقول إن بدل ما تعمل مؤتمر صحفي إحنا عملنا المؤتمر والناس شافته. شكرا.